ومرحبا ورمضان كريم لكل متابعين صفحة اليوفنتوس وأكيد متابعيني بعد. طبعا اليوم أكيد مناسين الفيديو الأسبوعي لصفحة اليوفنتوس كل ثلاثاء، فحابة أحكي بيه عن معلومات عامة عن العناية بالبشرة أثناء فترة رمضان، وهذا الشيء جدا مهم وهواية ناس تسأل عليه. أول شغلة إحنا حنعاني من عدها فترة رمضان هو قلة السوائل بالبشرة، أو إحنا نقول عليها dehydration. فإحنا شلون نعاني هذا الشيء؟ من ناحية الأكل، من ناحية النوم، من ناحية استخدام الكريمات الخاصة بهذا الشيء. من ناحية الأكل نركز على شرب المي بكميات كثيرة بالفترة من الفطور إلى السحور، هذا جدا مهم أنه ما تقل عن لترين من الماء من الفطور إلى السحور. والشيء الآخر أكل الأكثر من أكل الخضروات والفواكه كأنتي أوكسيدنت تحتوي على كل الفيتامينات والبروتين. طبعا لازم احنا ناخذ خلال وجبة الافطار او باليوم فد وجبة من البروتين اللي هي اما يعني اللحم او الدجاج، السمك بيه بس اللي اكثر هو اللحم والدجاج، فنحاول انه ناخذها حتى يكون غذائنا متكامل بكل شيء، بالفيتامينز بالبروتين البشرة والكولاجين، فهذا شيء جدا مهم. بلس ناخذ الفيتامينات الخاصة للبشرة والشعر اللي دائما أنا أحكي عنها، من ناحية الشعر البيوتين، من ناحية البشرة ناخذ الفيتامينات الخاصة بها كزنك وك فيتامينات أخرى. الفيتامين سي طبعا جدا مهم بعد للبشرة، والبي كومبلكس بعد جدا مهم للبشرة. و أما من ناحية النوم فأكو هواي ناس يقولك إحنا مدى نقدر ننام الساعات المطلوبة كشي مستمر، ما يخالف حتى لو تتقسم عدد الساعات خلال يوم من السحور إلى الفطور، مثلا تنامون ساعتين وراها تقعدون أو ساعة وراها تقعدون، بس أتليست مجموع ساعات النوم تكون 6 ساعات أقل شي. طبعا هي المفروض 8 بس لظروف رمضان إحنا عارفين تكون أقل شي 6 ساعات هاي النوم. أما الكريمات اللي نستخدمها فأكيد كلنا عارفين الكريمات المرطبة اللي هي تكون البيس مالتها أو القاعدة مالتها ماء وليست القاعدة أويل، لأنه إحنا عندنا ديهايدريشن يعني نقص بالماء مو نقص بالأويل، خصوصا للناس اللي بشرتهم دهنية وهاي الأمور ما المفروض يستخدمون المرطبات مال البشرة الجافة، وإنما يستخدمون المرطبات مال البشرة الدهنية. والواقي الشمسي جدا مهم بهاي الأوقات.